إذن للمزيد حول هذا اللقاح ينضم إلينا مباشرة الدكتور أوغور شاهين، وهو الشريك المؤسس ورئيس التنفيذي لشركة بايونتك. دكتور، شكرا جزيلا أولا على هذه المقابلة. لنبدأ من فعالية وسلامة اللقاح. أولا، كيف يعمل اللقاح؟ هل رصدتم أي آثار جانبية في فترة التجارب وبأي نسب؟ وهناك مصنعين لقاح آخرين يدعون فعالية تفوق 90%، فماذا تقصدون بالتحديد عندما تقولون فعالية 90%؟ نعم، شكرا لسؤالك. يسرني أن أكون معكم اليوم. التجارب السريرية تبحث في فعالية وسلامة كل اللقاحات في أكثر من 40,000 عملية فحص، وهي نتائج عشوائية، وهذا يعني بأن لا الشركة ولا المحققين ولا المتطوعين يعرفون إذا ما كانوا يحصلون على اللقاح أو شيء ثاني ليس له علاقة بالمرض، وهذا من أجل تقييم سلامة اللقاح. وكذلك الأكثر من 40,000 متطوع لاحظنا بأن نسبة سلامة اللقاح تبدو أنها عالية جدا. فقط كانت هنالك آثار جانبية مؤقتة ل 15% من المتطوعين بارتفاع درجة الحرارة فقط ليومين ودرجات متدنية جدا، وهذه نسبة متدنية جدا لأي لقاح، ولم نلاحظ أي إصابات شديدة أو خطيرة، ولذلك لم نكن بحاجة لوقف هذه التجارب السريرية، فكانت تبدو أنها جيدة، وذلك نحن نستمر بجمع البيانات الخاصة بالسلامة لمدة عامين منذ دراستنا، والتي توفر في الختام نسبة عالية جدا من بيانات السلامة، وهي مهمة للقاح. الجانب الآخر المهم لهذه الدراسة وهي الفاعلية، وهنا السؤال يدور حول قدرة اللقاح على منع الإصابة من المصابين حاليا. ما حصلنا عليهم بيانات الأولية وهي هامة لفعالية أي لقاح. أظهرت بياناتنا بأن اللقاح قادر على منع الإصابة بأكثر من 90% أو احتمالية أكثر من 90%. كانت لدينا 94 حالة من الإصابات في الإجمالي مقارنة بين اللقاح الذي ليس له علاقة أو فقط عقاري يسمى بالبلاسيبو مقارنة باللقاح الذي طورناه، ونسب فعالية لقاحنا كانت أعلى بكثير. وهذه بيانات مرحلية، وسنزود المزيد من البيانات في الأسابيع القادمة، ونحن بانتظار المزيد من البيانات ل 64 إصابة، كما سنوضح إذا ما كان اللقاح ينجح مع المتقدمين في السن أو الصغار. دكتور شاهين، ما نعرفه هو أن الجرعة يجب أن يؤخذ جرعتين، فأول شيء فسر لنا كيف يؤخذ اللقاح، وبعد أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يحصل الإنسان على مناعة لأي مهلة زمنية يبقى محصناً؟ لقاحنا بالفعل كما ذكرتي جرعتين، هنالك حقنتين أو إبرتين في الذراع في اليوم الأول واليوم الثاني والعشرين، واللقاح بعد الجرعة الثانية يوفر استجابة مناعية قوية جدا، تبدأ بمنع الإصابة بعد 28 يوما. ليست لدينا بيانات طويلة الأمد لمنع الإصابة أو الحماية، نحن لازلنا نجمع هذه البيانات. إلى الآن التحقيقات أظهرت
بأن خلال الثلاثة أشهر من المناعة لا تزال لدينا استجابة مناعية قوية جدا بعد ثلاثة أشهر، ونحن نجمع المزيد من المعلومات، وفي الأشهر القادمة سنتمكن من التعرف إذا ما كان اللقاح يوفر استجابة مناعية جيدة بعد ستة أشهر إلى سنة. مع جمع البيانات يجب أن نكون صبورين وننتظر البيانات. بالضبط، ذكرت حضرتك بأحد المقابلات السابقة والآن تقول أنكم بحاجة لبضعة، سابقا كنت قلت بضعة أسابيع إضافية حتى تجيبون على بعض الأسئلة المحددة، مثلا فعالية اللقاح على كبار السن مقارنة مع الأطفال، فبالتالي وضح لنا لو سمحت أي نوع من المعلومات ستستطيعون تزويدنا بها وخلال أي مهلة زمنية؟ أرجو إعادة السؤال نديم. يبدو أنه الضيف ما سمع السؤال، خليني أرجع أحاول نعيده ونشوف إذا في مشكلة تقنية. دكتور شاهين، ذكرت حضرتك بإحدى المقابلات السابقة أنكم بحاجة لبضعة أسابيع إضافية، اليوم عم بتقول أشهر، حتى تجيبون على أسئلة محددة، مثلا فعالية اللقاح بكبار السن مقارنة مع الأطفال، فبالتالي كم المهلة الزمنية التي تحتاجونها وأي نوع من المعلومات ستستطيعون تزويدنا بها عندها؟ أوكي. بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الآن نستطيع الإجابة عن الأسئلة الخاصة بحماية اللقاح للمتقدمين في السن مقارنة بالصغار، وسنوفر المزيد من البيانات من ضمنها البيانات الخاصة بالسلامة. أما مدة حماية اللقاح لسنة أو سنتين فلا نستطيع الإجابة عن هذا السؤال لأننا لم نجمع البيانات لمدة عام، بدأنا تجارب السريرية في شهر يوليو، ولذلك فقط في يوليو القادم عام 2021 سنعرف إذا ما كان اللقاح يحمي لمدة عام كامل. أنا شخصيا أتوقع بعد التعرف على الاستجابة المناعية التي وفرها اللقاح ستكون استجابة قوية حتى بعد عام، فربما بعد عام من الآن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح سيكون بحاجة إلى تلقيح إضافي، ولكنه لن يكون مضرا إذا كانت الاستجابة المناعية قوية حتى بعد عام كامل، بإمكان الانتظار لفترة أطول. يجب أن نكون صبورين لأن هذه البيانات طويلة الأمد تستغرق الوقت. دكتور، أود أن أسألك، هل اللقاح آمن للأطفال؟ هل نعلم حاليا إذا كان اللقاح آمن للأطفال؟ بدأنا بتوفير اللقاح للأطفال. المجموعة الأولى من الأطفال الذين حصلوا على اللقاح أعمارهم بين 12 سنة إلى 16 سنة، ونحن الآن نخوض النقاشات مع السلطات في أوروبا والولايات المتحدة للتعرف على فترة توفير اللقاح للأطفال بأعمار أصغر بين 5 إلى 12 سنة أو من حتى 3 إلى 5 سنوات، وتفاصيل هذه الخطط لا تزال غير متوفرة، ونتوقع الإعلان عن ذلك في الأسابيع المقبلة. هناك شكوك حول تسييس عملية الموافقة على اللقاح، نحن نعلم أنه كانت جزءا من الحملة الانتخابية الرئاسية بالولايات المتحدة. هلأ يبدو أنه بالولايات المتحدة أنتم تسعون مع فايزر لموافقة مستعجلة يتيحها القانون الأمريكي، لكن الاتحاد الأوروبي يبدو أنه لا يتيح هذه الإمكانية ويتطلب للخضوع لعملية الموافقة التقليدية كاملة كما لأي لقاح آخر، بالتالي أنتم أي موافقة ستنتظرون لبدء بيع اللقاح؟ نحن نسعى للأدلة العلمية ولوصول إلى العلاج وليس للسياسة، نحن نتبع القواعد التطوير، وهذه القواعد تسمح لنا بتوفير اللقاح فقط بعد الحصول على التخويل أو موافقة على اللقاح. لقد قدمنا
الطلبات الموافقة للمبادرة بالعملية في أوروبا، السلطات وكذلك الكندية، فهم بدأوا بتقييم بياناتنا، ونحن على اتصال مكثف مع هيئة الغذاء والأدوية في الولايات المتحدة، ونتحدث مع منظمة الصحة في الصين أو الصينية وكذلك المملكة المتحدة أو هيئة الصحة. هذا يستغرق الوقت، وأتوقع بأننا لن نحصل على الموافقة لتوفير اللقاح قبل منتصف ديسمبر، وإذا ما حصلنا على الموافقة من أوروبا أولا أو السلطات في الولايات المتحدة، بالتأكيد سنستمر بالتقدم في مناطق أخرى من العالم لضمان توفير اللقاح في كل مكان هم بحاجة إليه. ولكن لأفهم هذا الموضوع صح دكتور، إذا حصلتم على الموافقة في الولايات المتحدة تبيعون فقط للولايات المتحدة، إذا لم تحصلوا على موافقة الاتحاد الأوروبي أنتم بحاجة لانتظار موافقة الاتحاد الأوروبي لكي تبيعون لدول أوروبا، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، نعم، أو هذا القرار ليس قرارنا بل هو قرار تابع لهيئات الصحة، وفي أوروبا هي وكالة الصحة الأوروبية. متى تتوقعون الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي؟ كما قلت سبق وأن تحدثنا مع السلطات في أوروبا، وهذا تعاون كبير بيننا وبينهم، ولكن يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أن الوثيقة فيها 10,000 صفحة، والأمر يستغرق الوقت لتقييمها، والسلطات تطرح الأسئلة وعلينا الإجابة عنها، الأمر يستغرق بعض الوقت، الكل يعمل جاهدا من أجل إنجاز وتحقيق الموافقة في أسرع وقت، لأن هذه المسألة تتطلب الوقت. ما قدرتكم الإنتاجية متى ما حصلتم على الموافقة؟ مثلا لنقل حصلتم على الموافقة من الولايات المتحدة اليوم، هل سيكون اللقاح جاهزا للتوزيع غدا وبأي كميات؟ نحن ننتج جرعات اللقاح حاليا، هدفنا هو صناعة ما يصل إلى 50 مليون جرعة أو جعلها متوفرة لهذا العام، وما يصل إلى 1,300,000,000 جرعة إلى جانب شريكنا فايزر في العام المقبل. لدينا التعاون مع فورسون، وبهذا التعاون نهدف أيضا لتوفير مئات الملايين من اللقاحات الإضافية إلى منطقة الصين. متى تتوقع أن يتوفر اللقاح على نطاق واسع وبأي سعر؟ يعني بأي سعر رح يباع اللقاح؟ من يحدد السعر؟ من المهم إذا ما تحدثنا عن نطاق العالمي أن نستطيع إنتاج جرعات بكميات كبيرة جدا، إلا أن الكمية التي نستطيع أن ننتجها غير كافية لتزويد العالم أجمع. هذه مسألة في غاية الأهمية وتطلب العديد من شركات صناعة الأدوية، يجب أن تعمل معا لضمان تزويد كميات لكافة أرجاء العالم. نحن نتعاون حاليا مع الاتحاد الأوروبي ومع مبادرة كوفاس ومبادرات أخرى لتمكين إيصال اللقاح إلى الدول ذات الاقتصاد الأضعف وبتكلفة أقل، وأنا على ثقة بأننا مع شركات أخرى مثل أستازينيكا ويانسن سنكون قادرين في 2021 من خدمة وتوفير مليارات اللقاحات حول العالم من أجل إيقاف الجائحة، ليس فقط في الدول الثرية بل كذلك في الدول الفقيرة أيضاً.
دكتور، كان ملفت أنه سمعنا أنه الاتحاد الأوروبي وضع طلبات للحصول على نسب يعني كميات معينة من اللقاح، هل هذا ضروري؟ يعني هل أنتم بحاجة اليوم لبري أوردرز، طلبات مسبقة؟ وهل وضعت أي من الدول العربية طلبات مسبقة لحجز كميات من اللقاح اليوم؟ لقد أعلننا عن عدد من الطلبات المسبقة من ضمنها من الاتحاد الأوروبي. نحن حاليا نخوض النقاشات مع أكثر من 30 حكومة، وحالما نحصل على هذه التوافقات والموافقات سنعلن عنها. نحن نخوض نقاشات مع عدة حكومات. بس لأفهم الموضوع صح، الدول بحاجة لأن تضع الطلبات الآن، يعني لا تستطيع أن تنتظر حتى تحصلون على أبروفل ومن بعدها تطلب الكميات، يجب عليها من الآن أن تطلب الكميات منكم؟ الصوت يتقطع أرجى العادة. هل الدول بحاجة أن تضع طلبات من الآن ما قبل حصولكم على الأبروفل، يعني لحتى يقدروا يحصلوا عليها عند الحصول على الموافقات؟ نعم، هذه مسألة مهمة جدا. الطلبات المسبقة مهمة لأننا يجب أن نعمل في السلسلة اللوجستية من أجل النقل والتوزيع. هذه المهمة ليست بالسهلة، ويجب أن نقوم بتنسيق هذه العمليات. على سبيل المثال مع الحكومة الألمانية، نحن لدينا تعاون كبير معهم لضمان الحصول على الموافقة في أوروبا، ولكي نتمكن أيضا من توفيره وإيصاله إلى مواقع الجامعات، ومن الجامعات يمكن توفير اللقاح ومنحه للأشخاص. عملية نقل وتوزيع اللقاح يبدو أنها دقيقة، ما هي المتطلبات للتوزيع والنقل الآمن للقاح؟ هل هو بحاجة إلى درجة معينة من الحرارة وغيرها؟ وهل ستبقون التصنيع مركزياً أم سيكون هناك تصنيع بمناطق مختلفة حول العالم؟ وما القيود أيضاً على تخزين اللقاح؟ هذه مسألة كما قلت في غاية الأهمية، مسألة نقل اللقاح، حيث يجب أن تتم في درجة سالب 70 درجة مئوية. يجب أن يقوم تنظيمها وتنسيقها مع شركنا فايزر، ممن لديهم شبكة عالمية رائعة ولديهم سلسلة لوجستية كاملة لضمان نقل اللقاح إلى أي مكان في العالم. بعد النقل في درجة حرارة سالب 70 يجب أن يخزن في مجمدات خاصة، وهي متوفرة في أغلب المستشفيات. وإذا كان يجب منحها وإعطاء الجرعة، الصندوق يحوي 100 لقاح، ويخرج من هذه المجمدة الخاصة إلى مجمدة أخرى، وهي مجرد مجمدة طبيعية. وهذا الصندوق يمكن أن يخزن لمدة 5 أيام. فهذا يعني أنه في موقع منح الجرعات هم بحاجة إلى 5 أيام لمنح اللقاح، وإذا كان الصندوق فارغا بعد ذلك يخرج صندوق جديد من المجمدة التي فيها درجة حرارة سالب 80 ووضعها في المجمدة الطبيعية. دكتور، لدينا دقيقة على لانتهاء البرنامج. سؤال ملفت أنه ألبرت بورلا اللي هو الرئيس التنفيذي لفايزر باع 62% من أسهمه من أسهم بفايزر باليوم التالي للإعلان عندما ارتفع السهم 14%. هذا شوي بثير علامة استفهام، هل ليس لديه ثقة بالمنتج؟ ما موقفكم؟ هذه مسألة طبيعية جدا. لقد ناقشنا الملف السلامة وتم تقييمه من قبل هيئة مستقلة، وقالوا بأن نسب السلامة عالية جدا، وذلك لا يتأثر اللقاح. ألبرت غولا حاله حال أي صاحب أسهم.
هو الذي يقرر متى ولماذا يبيع أسهمهم، ويجب أن نحترم ذلك. دكتور، أنا بدي أشكر جزيل الشكر، فيلن دانك، على هذه المقابلة. دكتور أغور شاهين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، شكرا على هذه المقابلة.